الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمنع رزقا ولا يقدم أجلا، لا يأكل أحد منا إلا رزقه، ولن يأكل أحد رزق غيره، ولن يستطيع إنسان ولو اجتمع الناس كلهم ليقدموا أجلك، لا يقدرون. الأجل جنة حصينة، الأجل جنة حصينة، والجنة يعني الوقاية، لا يستطيع أحد ولو اجتمع الناس كلهم ليقتلوك لا يقدرون على قتلك إلا بأجلك، إلا على حسب ما قدر الله. كما أنه لا يستطيع الناس كلهم لو اجتمعوا أن يؤخروا أجلك إذا حان، لا في أقدم ساعة ولا في أخر ساعة. الساعة هنا ليست ساعة 60 دقيقة، ساعة يعني البرهة من الزمن. لا يستطيع ولو للحظات، لا يستطيع، لا يموت إلا بأجله. لكل منا أجل ولكل منا رزق، فهو مستوف رزقه وبالغ أجله. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الدين والعمل على نصرة الدين لن يمنع عنك رزقا كتب لك، ولن يقدم أجلا، إنما ستموت بأجلك بالذي قدر الله. في ناس بيموتوا هن عم بيضحكوا، في ناس بيموتوا بيتشرطوا بحبة رز، في ناس بيتفركشوا بالعتبة بيموتوا، في ناس بيموتوا حتف أنفهم، في ناس بيموتوا قتلا بوسائل مختلفة، تعددت الأسباب، والموت واحد، ولا يموت أحدنا إلا بأجله، وكلنا سنموت. نسأل الله تعالى أن نموت على كامل الإيمان، نسأل الله تعالى أن يجعل آخر أعمالنا خيارها، وأن يختم لنا بأحسن وعلى أحسن حال.